ديال الاخطاء وطبيعة الحال اخطاء وارده لان سير نادي ديال الرجاء الرياضي باش يمشي العين والسهل سير ديال الرجاء كرئيس يعني كتكون في واحد الضغط وكتكون في ضغوطات وكتكون في اشياء اللي هي كتكون كبيره. انا كشاب مغربي 28 سنه خديت الرجاء كانت شنو نقول لكم يعني كانت اندفاع كانت تهور كانت لا انا كنتكلم على المسائل السلبيه الايجابيه كيعرفوها كل شيء حتى الانسان اللي كيكون شاب يعني كتكون في المسألة ديال التصرف الاندفاع بحكم التجربة ولكن الحمد لله العكس باش واحد الشاب رجاوي ومنخرط ويخرج نادي كبير بحال الرجاء فهو بحد ذاته يعني شيء مزيان بحد ذاته يعني الرجاء دائما كتعطي يعني شنو نقول لكم كتعطي يعني المثال على ان الفريق الوحيد دائما فيها الاستثناءات خاص النتائج الرياضيه كتعرفوها يعني البطوله والكاس النهائي ديال كاس العالم والانديه استقبال ديال سيدنا الله ينصر الفريق الهبه الملكيه الاكاديميه اليوم اللي كاينه اليوم اللي الرجل اللي كامل كيتكلموا عليها انا يسولوني يقولوا لي ما تاخذ حتى شي رقم ولكن تعطينا واحد الاكاديميه نقول لهم مازال ما تجيش نقدر اكاديميه هذه لا سمو العقل اما لا سمو القلب بحال الاخ الصحابي اللي دابا نجيب واحد المطولات بالتالي حنا العكس جينا نصححوا المسار الاخطاء اللي تكلمت عليها هي التوازنات الماليه هو اللي تكلمت عليه خمسه ديال الاريال جوج خمسه ديال الاريال دابا شي لاعب شي مساء هذه هي المسائل اللي غنحاولوا نعالجوا والتصرف يعني الحوايج اللي غادي نتصرعوا فيهم القرار كنتكلموا عليهم غتكون شوية ديال الحكمة والرزانة مواقع التواصل عندهم يومين ديالهم وكتساري هاد راه ديال 8 الصباح 12 كتنسى وكانت مسألة خصنا حنا غنتعاملنا معاها عندنا المناعة أنا عندي الباكسة هما مازال يلاه غادي شريني صرالي عنده أخرين شوية الله يعني تا هو كذلك دونك مسألة حنا حسب حنا مدرينا معايا ما كاين مشكل دونك حنايا جي شوف حنا جينا باش نصحو ملي كتبنا صحيح المسار دي ميساج اللي حنا حاولنا نمرهم